مرحبا، انا سامي من تونس، ساشرح لكم اليوم كيفيه تركيب جهاز الويكي فوندي. جهاز الويكي فوندي يتكون من ثلاث قطع. هذه العلبه الصغيره الرازبيري، وهو الخاتم الالكتروني، بطاقه للشحن، بطاقه للذاكره، وخيط للربط الكهربائي. اولا نقوم بوضع شريحه الذاكره في المكان المخصص لها. ثم نقوم بإيصال علبة الرازبري بالكهرباء. ثم يظهر لنا هذا اللون الأحمر. نقوم بالانتظار لمدة من الزمن يصبح أخضر، وبذلك نكون قد وقع الاتصال بشبكة الويكي فوندي المحلية.